ايه اللي يخلي الواحد ما يتذوقش طعم الصلاه ولا العباده ولا الذكر؟ كثره الكلام، الثرثره، هنتكلم كتير قوي، يا ده يخلي اخي الواحد ده يخليك لا 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 تتذوق. شكرا، باظت. ما هو كثره الكلام دي، ده طباع، طباع عند ناس. ما هو شوفي، كثره الكلام تجعل الانسان لا يتذوق طعم العباده، لان العباده تحب من الانسان ان يكون قليل الكلام، ولذلك الناس اللي متذوقه طعم الصلوات والعبادات تلاقي كلامهم قليل، مش بيتكلموا كتير، دي نوعيات من البشر بهذه الصوره وبهذه الكيفيه، يبقى ادي واحد كثره الكلام. اطلاق العنان للنظر، ان الانسان يقعد يبص في كل حاجه، اطلاق العنان، بس خليك عارفه حاجه، مش انا قصدي لما اقول اطلاق العنان للنظر يبقى معناها ان واحد يبص على الستات او الستات تبص على الرجاله، لا لا مش قصدي كده. اطلاق العنان للنظر في الحلال او في الحرام، الاثنين زي بعض. تقولي لي طب في الحلال، في الحلال لما ادخل مثلا في زياره عند اختي مثلا دعاء، فالاقيها جايبه طقم جديد، ما شاء الله الطقم ده جايباه منين؟ ده حلو قوي، طب دي جايباه ازاي؟ طب ده مش عارف ايه، هذا كلام كثير وثرثره ونظر في الحلال. ده علاقته ايه بالصلاه؟ يا فندم هو ده اللي بيضيع تذوق طعم الصلاه. انا بقول لحضرتك الاسباب دي اللي فيه. اسباب شرعيه وعلميه. حد طب كله بأدلة، بس انا مش هقدر اقعد ادللك تفند على لنا، انما دي افند لك. انا بديكي بس الملخص يعني، لكن ده موضوع طبعا كبير جدا. يعني انا لما اقول لك مثلا كثره الكلام منها كثره السؤال، ان الله يحب لكم ثلاث حديث بقى، ويكره لكم ثلاث، يكره لكم قيل وقال وكثره السؤال. جميل. ادي كلام، ده حديث نص. فهنا لما بنعمل الكلام ده بنعمل حاجه ربنا بيكرهها. لما تيجي تعمل انت العباده بقى بتاعت ربنا، فهو اصلا انت عملت حاجه هو بيكرهها، فلا ينظر اليك، فمش هتتاثر بالعباده ولا هتدخل في قلبك ولا هيعمل كذا. ولذلك الحديث قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم، لا شايفك بتشتغل ايه ولا انت بتعمل ايه، ما بيبصش في الكلام ده، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يا ربنا بيبص على القلب نفسه، ما بيبصش للكلام ده، بص على القلب. عشان كده ده موطن القلب اللي المفروض احنا نطهره ونظبطه عشان يبقى في الوضع الكويس. فحضرتك هنا من جمله الاسباب التي تجعل الانسان لا يتذوق العباده كثره الكلام، اطلاق العنان للبصر، قال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. لان اطلاق البصر، اطلاق العنان للبصر بتخليك تفكر في حاجات كتير. يعني مثال، يعني انا لو ماشي في عربيه معديه من جنبي لونها حلو او جميل، هدور عليها وموديلها ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، وممكن ولو عارف مين اللي راكب جواها هتصل بيه، العربيه دي جبتها منين وبكام وسعرها ايه وتعامله معاك ايه. هذا كلام فيما لا يفيد، يعني طيب كلام كله لا ادي يفيد. دي حاجه تانية. في ايه تاني؟ اطلاق العنان للبصر، اطلاق كثره النوم، النوم بالليل. الاصل ان الانسان لا ينام الليل كله، لان الله قال للنبي يا ايها المزمل قم الليل، يبقى الليل كله. بعدين قال له طب الا قليل عشان تنام لك شويه، قال له طب الا القليل ده قد ايه يا رب؟ قال له نصفه، يعني نص ونص. قال له طب يا رب يعني ساعات النص يبقى قليل زي في الصيف، قال طب او انقص منه قليلا، او زيد عليه، لما يجي الشتاء بقى، لما يجي الشتاء الليل طويل قوي، انت الساعه 8 بالليل والفجر الساعه 5، فانت بتتكلمي في رقم كبير 9 ساعات، فانت محتاج من النوم من 6 ل 8، فيبقى خلاص اقلب بقى نص المسافه، وهتحتاج في العصريه تنام لك ساعه، يبقى او زيد عليه ورتل القران ترتيلا. يعني ادي اعمل الكلام، يبقى برضه دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الانسان يعمل كده. يبقى دي الاسباب التي تجعل الانسان لا يتذوق طعم العباده، لان كل عباده لها طعم.